السلام عليكم، أسعد الله مساءكم. جالس في غرفتي أذاكر هذا الكلام، يمكن عام 1997 1998. شوية طق 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 خفيف، يعني واحد كذا مستحي. وكنت أنا بالعادة إذا جيت أذاكر أحط اللمبة الكاشف هذا على طاولتي وأقفل بقية الأنوار عشان يعرف أي واحد داخل علي إني أنا جالس أذاكر. فتحت الباب إلا والله نزار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أجلس معك 5 دقائق أخوي علي؟ تفضل. نزار هذا بالمناسبة شاب لطيف خفيف دم وانطوائي، يعني يخرج في الأسبوع مرة من غرفته ويجي يجلس معنا. احنا بالعادة في العماير في جامعة البترول يكون في كذا ساحات مشتركة بين الغرف نجلس فيها نسولف، أحيانا بعض الشباب يلعبون بلوت يسهرون، هو ما يطلع. كنا نعتقد انه دافور وانه ما يبغى يعلم، لانه مره ما يطلع، يعني حتى لما يجي يحصلنا نشرب شاي ونتقهوى وكذا يجلس مع ربع ساعه ويرجع وبس. يعشق 3 اشياء: نزار قباني وعبد الحليم حافظ والكتب. كان يمر علينا 2 3 ايام احيانا نفتقد، نخاف لا يكون ولا الطفس، يروح واحد منا يتسمع عند الباب اذا سمع صوت عبد الحليم يقول يا ولدي، تعال قال ان شاء الله انه حي. طب نرجع الحين لما دق علي الباب وقال بدخل عندك 5 دقائق، قلت لا تفضل. جلس معي الرجال يطالع في الارض كذا، ثم يطالع في السقف، ثم يطالع فيه. وجهه هو الولد برونزي بس انه يعني شاحب زياده، واضح انه الرجال في ازمه ومره مكتوم مهموم، واضح الدنيا احمال الدنيا كلها على ظهره. طبعا امون علي انا، فتركت لمبه المكتب شغاله على اساس يفهم اني جالس اذاكر فاعطني اللي عندك بسرعه. لكن لما حسيت ان وضعه غير طبيعي فقمت ولعت النور، سويت لنا كاسين شاهي وقعدت اسولف معه. بدا يشكي لي من وضعه في الجامعه وانه مكركب، وانه يعني انا تفاجات احنا ذاك الوقت تقريبا كنا يعني يمكن ثالث سنه او رابع سنه، اكتشفت انه باقي عنده مواد من السنه الثانيه، وانه درجاته مدحدره، وانه الرجل مره مكتئب. بدي أطلع بأفكار أنا بغير تخصص، أنا بأطلع من الجامعة، أنا طبعا جالس أسمع منه ومشي لأنه الرجل هو جاي فضفض، خليته يقول كل اللي في خاطره. شوي أذن، ما أدري والله كان أذان مغرب أو عشاء تقريبا، المهم قلت له أقول لك خلينا نصلي ونرجع. لما قلت يلا صلاة كأنه انخض الولد، كأنه شيء غريب قلته أنا، فكأنه متذكر حاجة. قال طيب بس ممكن، بس انا بروح اتوضى ويمكن اطول شوي، لا تصلون لين اجي. قلت له خير ان شاء الله، طيب ما في مشكله. صلينا ورجعنا، والله يا جماعه الرجل متغير، ما هو بوجهه، ما هو بذا اللي قبل شوي، متغير. قلت له نزار يا اخي شكلك دعكت وجهك مضبوط، شكل وجهك كان مقلح يا اخي، كان فيك سواد قبل شوي غير طبيعي. قال لي علي بقول لك شيء بس لا تعلم أحد أرجوك. وشو؟ قال أنا لي سنة ما سجدت لله. يقول أنا تقريبا ترى كنت عايش في جو يعني أعتقد أني ألحت درس، أنا الآن رحت تروشت وشهدت الإسلام وجيت صليت معكم. قال تدري أنا وين كنت قبل جيك قبل شوي؟ قلت له وين؟ قام يوريني كفة كذا وعليه آثار يعني دم خفيف كذا، قال أنا كنت بنتحر في الحمام. يقول يا علي ما تصدق أنا لما صليت معكم، طبعا أنا نسيت أقولك أنه لما صلى معنا أول سجدة سجدناها في أول ركعة طول، السجدة الثانية ظل لين وقفنا لدرجة أني أنا خفت على الرجال. يقول لي قسما بالله أول سجدة يقول حسيت كذا حاجة طاحت من فوق ظهري، يقول كأني كنت شايل آدمي على ظهري وطاح لما سجدت، وكل سجدة أحس إنه في شيء ثاني قاعد يطيح، عشان كذا شوف وجهي شوف كيف أنا، يقول انشرحت، يقول أنا كنت كان في جبال على راسي. رجل أسفر وجهه، ابتسم، نفسيته، مشيته، حركته، نظراته، كل شيء تغير. طلع من عندي الرجل ما هو باللي جاني، 2 3 ايام ظل يروح ويجي زيارات سريعه متكرره ويصلي معنا، تغير يعني تغير تماما.
بعد كم يوم جاني يقول لي: علي يا أخي، تدري أنا أفكر أهاجر؟ قلت نعم. قمت أسلك، قلت صدق والله حتى أنا تصدق الفكرة في رأسي، بس تدري خلنا نخلص الجامعة بعدين يكون خير. طبعا أنا كنت أعرف الرجال ذا صاحب طلعات، تدرون هذا كان كل صيف يجمع له من أول السنة يجمع له بس تكلفة التذكرة لأي دولة، مرة المغرب مرة مصر، ما هو حق سياعة، لا حق يعني هجة، ياخذ له مصروف حق يومين 3 أيام وبس، ويقعد هناك شهر. كيف طريقته؟ كان يتعرف على الناس اللي في، تذكرون المجلات زمان يقول لك فلان فلان هوايته التعارف، ويحط صندوق بريده، كان يقدر يراسل ناس في المغرب، يراسل ناس في تونس، يراسل ناس في بريطانيا، في امريكا، في كل دول العالم، يراسل ويتعرف على الناس. طبعا انا كنت افكر الرجال انه يتكلم يعني عن هبقات الصيف حقته هذه، لكن الرجال يقول لي هالمره، يقول لا انا افكر اهاجر، انا خلاص بروح ما برجع. لا من جدك انت؟ راح ورجع. علي تعرف احد في الجوازات؟ قلت ليش؟ قال ابغى جواز. قلت كيف انت مهبب في ما بقى دوله ما هبهبت فيها؟ ما قال معك جواز. قال لا بس اني ضيعته. قلت عادي اطلب بدل فاقد. قال لا قد ضيعته 3 مرات. طبعا في النظام اللي يضيع جوازه 3 مرات ما عاد يطلعوه له الا بصعوبه، لان هذا مو بادمي، هذا اللي يضيع جوازه 3 مرات هذا عنده مشكله. انا كذا استبشرت خير، قلت الحمد لله ما دام الرجال ضيع جوازه 3 مرات ما معه روحه حولنا وحوالينا، يعني إذا مرة بيروح يسلم على أهله بالديرة وبيرجع. والله ذاك اليوم نازل من الجبل، الجبل اللي هو المباني الجامعية في جامعة البترول، نازل غرفتي أجي إلا هذاك ورقة على باب غرفتي. كنا وقت امتحانات أعتقد هذاك الوقت، طبعا يعني قلت الرجال أكيد أنه يعني حذف الترم هذاك وسافر لأهله. ثاني يوم وثالث يوم يمر علينا أحد الزملاء، يعني زميل مشترك بيننا احنا الثلاثة، تقهوى معي بعدين قال ترى نزار يسلم عليكم. قلت ادري، شفت ورقه حطها على الباب يقول انه مسافر، الله العالم انه حذف الترم، قال سحب من الجامعه. طب وين راح؟ قال راح لندن. قلت كيف يروح لندن؟ ما معه جواز ولا معه فلوس حتى. قال انا بنفسي اللي موديه المطار. قال والله ما ادري، علمي بس شفت معاه جواز يقول انه جواز سفره واحده، وجمع له من الشباب 1000 ريال. عموما يسلم عليكم. قلت الله يحفظه، والله الحقيقة انصدمت. طيب مرت السنوات، تخرجنا من الجامعة، توظفت شوي، إلا اتصال يمكن بعد أكثر من 10 سنوات، يمكن عام 2006 2007، جاني الرقم +44. ألو علي، هلا من معي؟ كان معك نزار. حي الله سلم الله، انت باقي حي يا رجل؟ قال ابشرك الحي الحمد لله واموري طيبه، انا باجي الاسبوع الجاي. انت باقي الشرقيه؟ قلت باقي الشرقيه. قال اشوفك ان شاء الله على خير. جاء الاسبوع الجاي وجاني الرجل واعطاني قصته وش سوى. جاني الرقم +44. ألو علي، هلا من معي؟ كان معك نزار. حي الله سلم الله، أنت باقي حي يا رجل؟ قال أبشرك الحي الحمد لله وأموري طيبة، أنا باجي الأسبوع الجاي. أنت باقي الشرقية؟ قلت باقي الشرقية. قال أشوفك إن شاء الله على خير. جاء الأسبوع الجاي وجاني الرجل وأعطاني قصته وش سوى. جاء نزار، قابلناه في الخبر وطلعنا على الكورنيش وجلسنا ذاك الجلسة الحلوة في الجو الزين. طيب الحين عطنا عيوبك بالتفصيل. قال لي والله طلعت من عندك هذاك اليوم والفكرة عششت هنا خلاص. يقول رحت الجوازات وقلت لهم في واحد من أقاربي هناك في غيبوبة ولازم أروح له، ألف عليهم قصة ما أدري كيف صدقوا، ما أدري كيف يعني مشى الأمور، وطلعوا لي جواز سفرة واحدة والفلوس يقول جمعت من هنا ومن هنا وطلعت لي بس 1000 ريال، أمنت نفسي إني أعيش هناك يومين حتى أكتشف المكان وأعرف أدبر نفسي.
يقول وصلت بريطانيا وأنا لسه ما عندي أي خطة، قلت أروح والله يدبرها. أول ما راح دور له موتيل، وراح يحاول يتعرف كل ما يقابل أي أحد في بقالة في موتيل في المطار، يحاول يتعرف على الناس قد ما يقدر، وبدأ يعلم الناس اللي يثق فيهم. يقول والله ترى أنا جاي أدور شغل، وطلع له جوال وهذا رقم جوالي، إذا شفتوا لي أي شغلة أعطوني خبر. طب الرجل كان عنده مهارة مفقودة عند كثير من المسلمين اللي في بريطانيا، وش هي؟ طبعا هذا الشاب زي أغلب الشباب عندنا، الحمد لله اللهم لك الحمد، نظام التعليم عندنا يعلمنا القرآن، يعلمنا اللغة العربية بشكل صحيح فنتقنها، فهذه مهارة لا تقدر هنا، بس هناك تعتبر نادرة. فهناك بعض المسلمين قالوا له طيب إيش رايك نتعاقد معك تسوي لنا حلقات تحفيظ لعيالنا في العصر في أحد المساجد في ضواحي لندن ونعطيك مقابل. وهذه المهارة على قد ما هي بسيطة في نظرنا إحنا، إلا أنها تعتبر ثمينة ونادرة في عين الغير، وهذا كثير من مهاراتنا كذا لا يكتشفها إلا الغريبين عنا. عشان كذا ضروري تغيير البيئة، تغيير الوظيفة من مكان إلى مكان بعد فترة معينة، تغيير الزملاء، تغيير الأصدقاء، تعرف على ناس جدد، هم اللي راح يكتشفون أجزاء أنت ما تعرفها من نفسك. طبعا هذا الشيء أضاف له أنه عرف على ناس عن قرب، أولياء الأمور صاروا يجيبون له أكل يعطونه فلوس، فضمن السكن والأكل والشرب والمساعدة، صار عنده مجتمع، فبدأ يتعلم عن المعيشة في هذا المكان ويكون شبكة علاقات أقوى. هذه الوظيفة أعطته نوع من الاستقرار، فاستطاع وقتها أنه يصير ينزل، يقدر ينزل لندن ويكتشف الدنيا أكثر ويحاول يجد له وظائف أخرى. وفي لندن فيه نظام هناك يسمونها مكاتب التوظيف أو شيء من هالقبيل، يعني أي شخص عاطل أو يمكن العمل بشكل جزئي يروح يسجل بياناته عندهم، يقول لهم أنا ممكن أشتغل كذا وكذا وكذا وكذا، يحدد الأشياء اللي هو ممكن يسويها. تجيهم الاتصالات ويبدون يكلمون، والله في الرجال الفلاني يبغى واحد يروح ينظف له البيت، أو الشخص الفلاني والله يحتاج مثلا سكرتير لمدة أسبوع. إذا قلت إيه وأقدر خلاص يرسلونك على الأله ويأخذون منك نسبة. فهو سجل في هذه المكاتب وبدأت تجيه وظائف، اشتغل جزار، اشتغل عامل نظافة، اشتغل ينظف بيوت، اشتغل طباخ، اشتغل يغسل يعني صحون، ما بقى شغلة ما اشتغل. وهذا شيء طبيعي، يعني ليس أنه معناته أنه في مكانك غلط، لا، ليش الكثير من الأجانب يجوا يبدعون عندنا؟ لأنه داخلين جايين يشتغلون، ما هم جايين هنا والله يعملون علاقات، ولا هم جايين والله يهايطون، هو جاي يشتغل. فهذا الأمر السعودي استثناء، سعودي إذا غيرت مدينتك، غيرت المكان اللي أنت فيه، بتنكسر كثير من الحواجز النفسية اللي أنت تضعها. غير، أطلع من مدينتك، أطلع من ديرتك، روح مدينة ثانية، أطلع من جدة روح الدمام، روح من الدمام روح الرياض، أطلع من الرياض روح تبوك. إذا غيرت المكان تتغير نظرتك للحياة. ما انتهت القصة هنا، الحين نزار نظرة الحياة تغيرت، عرف أن المسألة كان أول يتعذر، الدكاترة مستقصديني، الجامعة صعبة، الحياة صعبة، عرف أن الحياة هي هنا ولا في لندن، المسألة مرتبطة فيك أنت وكيف تعاملك مع هذه الحياة. طبعا هو زي ما قلنا كان قاضي له سنتين تقريبا في الجامعة البترول، وكان معاه ترانسكريبت حق الجامعة، فكان في كثير من المواد اللي تأهله أنه يحصل على وظيفة يعني لا بأس فيه. اشتغل في شركة تقنية، الظاهر أنه عمله كان إداري، ولكن وجدوا أن الرجل يعني ما شاء الله متحمس وشغيل وذكي، فقالوا أنت مالك نية تكمل؟ قال إلا ودي، بس يعني باقي أجمع المادة. قالوا إذا تلتزم لنا أنك بعد ما تكمل ترجع تشتغل عندنا بنفس المدة اللي قضيتها في الدراسة، إحنا نغطي مصاريف دراستك. كمل البكالوريوس إدارة أعمال، ثم كمل الماجستير موارد بشرية، وكان مرة متميز. أنا متأكد بيجيني تعليق على هذا الكلام، بيربطونه أنه عشان أنه في لندن. يا رجل هو يقول صعب جدا الحياة هناك، إحنا هنا في جنة. اشتغل بنفس الحماس، بنفس الجدية، بنفس الانضباط، بنفس الالتزام اللي التزم فيه الأخ نزار هناك، هنا تجد دعم أكثر. يا أخوان الوظيفة ليست ضمان اجتماعي، الوظيفة عقد، أعطيك مقابل تعطيني مقابل، أنا ما أعطيك مقابل عشان توريني خشتك 24 ساعة، لا، أضمنك شغل،
إذا ما تشتغل لا تتوقع دعم. برضو ما انتهت القصة، نزارة هناك صارت تجي عروض وظيفية من السعودية لأنه أصبح متميز ورقم صعب في الموارد البشرية، وفعلا جاء لها عرض مغري من شركة استشارية عالمية كانت ناوية تفتح لها فرع في الرياض، وعلى بداية مشاكل التوظيف ونظرة الناس أو تغير نظرة الناس لموضوع الموارد البشرية، فاستقطبوه وتعين هنا في الشرقية. طبعا الرجال تزوج وصار عنده بنت واشتغل في السعودية 7 سنوات إلى أن وصل أصبح نائب رئيس بهذه الشركة. ثم جاء له عرض آخر في لندن، ولأن زوجته بريطانية فحب أنه يرجع ويكمل الدكتوراه في لندن ويستقر هناك 10 سنوات أخرى. طبعا القصة هذه وكثير من قصص النجاح اللي تذكر ما نستطيع أن نستوعب حجم التضحيات وحجم الجد والاجتهاد اللي بذل. أنا قاعد أتكلم عن سنوات، يعني يمكن لا احنا نقول صار وصار وصار ونتنقل من حدث لحدث، ايش اللي صار بين كل حدث وحدث؟ تصوروا كم ليلة بات ويفكر في اهله، يفكر في ابوه. انا ما ذكرت لكم ان ابوه توفي وما لحق عليه الا كان هو يحتضر على سريره. لما جاني بعد 10 سنوات كان احد اسباب رجعه المفاجأة انه يبغى يلحق ابوه في ايامه الاخيرة. كم مرة اشتاق لأبوه، كم مرة اشتاق لأمه، كم مرة اشتاق لأخوانه لأخواته. يعني هذه الحياة يا إخوان، الحياة طبيعتها مآسي، صعوبات، عوائق، لازم تتأقلم، لازم تصير صامد وتعيش. إذا تعتقد إنه في حياة ما فيها حزن ولا نكد ولا تعب ولا جهد، فنقول لك هذه هي الجنة. أسأل الله أن يكون أنا وياك من أهلها. أما الدنيا والله ما معك إلا أنا وأشكالي، بنغثك وبننكد عليك وبنعقدك. لازم تصبر، ما عندك خيار، لازم تصبر وتمشي هذه الحياة. ركز على أهدافك، اهتم بنفسك، اهتم بأهلك، اهتم باللي حوالينك، أسعد نفسك مهما يكون حوالينك من تعب. إذا نمت ارم همك هذا ونام، واصحى اليوم الثاني متوكل على الله وأهدافك قدام عينك، وبحول الله كل اللي ترجيه بتحققه، وإذا ما حققته في الدنيا فأملك وتفاؤلك وإحسانك هذا راح تجده في الآخرة بحول الله.